راح نتابع قصة فادي علوش وبنته هبة مع مراسلتنا مراسلتنا فاتن أبي فرج من العاصمة اللبنانية بيروت. فادي علوش الهداف التاريخي للدوري اللبناني ونجم نادي الأنصار في التسعينيات من القرن الماضي، صاحب 13 هدفاً بعد المئة وبرصيده 17 لقباً مع ناديه. إن شاء الله حدا يكسر سكوري، بس ما بعتقد، لأنه يعني عم بحضر مباريات بطولة اللبناني، هذا يعني أكتر واحد هداف عم بيكون معه بالدوري كله 9 أو 10 هدف. هذه المرة كسر علوش القاعدة، لم يورث أحد أبنائه حب كرة القدم، إنما أورث ابنته هبة حسه التهديفي. أنا ما قلبت القاعدة، أنا يمكن مرنت باسكتبول، ما اقتنعت بلعبة الباسكتبول، اقتنعت بالفوتبول أكتر. صرت تتمرن معي، كنت مرن بفريق الأنصار بالشباب، صرت تتمرن معي وحبت اللعبة وكملت. هبة ابنة البلدوزر كما أطلق عليه في الحقبة الذهبية، هي هدافة الدوري اللبناني للسيدات بمعدل 4 أهداف في المباراة الواحدة. أنا بحب كون مثل بابا ومثل لاعب الأنصار شبريكو وميسي. بابا عنده 113 هدف بمسيرته الكروية، أنا بتمنى أكسر له هذا السكور. هدافة الملعب وجميلة الحي حولت تناقض الأمنيات لواقع جميل طريف عاشته مع أسرتها ومحيطها انتصاراً وأفراحاً وأرقام. رفقات البنات اللي بالمدرسة بيقولوا لي أنه نيالك أنه بتلعب فوتبول، بس المعلمات بيقولوا لي أنه لا، أول مرة بحياتنا منشوف بنت بتلعب فوتبول، وهن ضد أنه بهيدي الفكرة. ما بقول لهم شيء، بقول لهم انه شوفوا تفرجوا، انا كثير شاطره بالمدرسه بس بالفوتبول اشطر. لاعبه المنتخب اللبناني سارت على خطى والدها باللعب والتهديف، فهل ستسمح ظروف البلاد لهبة الصغيره بتحقيق احلامها الكبيره؟ حلمي كفي بالفوتبول واحترف بشي دوله اوروبيه. فاتن ابي فرج، صدى الملاعب، بيروت.